فخالد صلاح كاتب تويتة بيدعو للاحتفال بعيد حنوكة لمؤاخذة اللي هو عيد يهودي، ويقول لك ان عيد حنوكة ده هو اساس التوحيد، على اساس ان يعني بيقول لك عيد حنوكة ده لمؤاخذة برضو هو اللي انقذ فكرة التوحيد في المنطقة. يعني سيدنا عمرو بن العاص اللي فتح مصر ده ما كانش فيه ليه علاقة بفكرة التوحيد، رسالة النبوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزلت ونشرت ملاش دعوة الكلام ده، هو حنوكة اللي خلانا موحدين الحمد لله. تخيلوا من 2000 سنة، من 2000 سنة حنوكة خالد صلاح، وانا متأكد ان خالد صلاح عمره ما مسك كتاب عشان يقرأ حكاية حنوكة دي، ده الحكاية جات له. ففكرة ان انت توصل لفكرة الاحتفال بأعداد اليهود، فاطمة نعوت كتبت مقال في المصري اليوم عن جدعنة وشهامة اليهود. تخيلوا اليهود اللي هم مضرب مثل في العالم كله، اللي هتلر كان بيولع فيهم عشان كده، اللي هم اينما حلوا حلت الكارثه. هو هتلر يعني كان من تنظيم داعش عشان بيولع فيهم؟ لا، ده هتلر كان شايف انه الناس دي كلما وجدت في مكان كلما حلت الكارثه، ناس بتوع زومب وبتوع دسائس وطول على مر التاريخ. النهارده بقى الاخ خالد عناني طلع وقال لك كده نصب ان عبد الفتاح السيسي خصص 1,300,000,000 لتجديد الاثار اليهوديه. طب انت بالنبي عليك، بالله عليك، اهو الخبر قدامكم في صحفهم هم، في صحف وقال ايه السيسي اللي خصص، ها السيسي اللي خصص، مش قناه الشرق الارهابيه اللي ادعت، ده السيسي اللي خصص. طب انت بالله عليك مستني ايه تاني عشان تعرف ان امه يهوديه؟ ينزل لك ملك من السماء يقول لك ده يهودي له علاقات باليهود؟ يا جماعه ما هو كل افعاله يهوديه، كل افعاله للصهاينه. انت بتعارضني خلاص؟ لا والله مش بعارضك، انت بتعارضني. اصل بص يا عم، امه يهوديه، انت امه يهوديه مش يهوديه؟ لا افرض انها مش يهوديه، مسلمه عربيه، كانت قاعده ونايمه على السجاده، هل ده تصرفاته كلها؟ لا طبعا، بس هي الفكره الرئيسيه انه احنا مخترقين من زمان مش من دلوقتي. امه اليهوديه ربت شاب على انه مسلم، ودخلوه الكليه العسكريه، ودخلوه الجيش المصري، وراح امريكا وهو الوحيد اللي مركبش الطياره العسكريه اللي سقطت في المحيط الاطلنطي بتاع البطوطي، ورجع بقى رئيس مخابرات، ورجع اتحط عمل انقلاب ومسك مصر.